تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وذلك تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد وتقديم المزيد لكم إن شاء الله. 4 أشياء يكرهها الرجل في زوجته ولا يحب أن يشاهدها أبدا. لا يمكن أن تمر العلاقة الزوجية بشكل سلس للغاية بدون نقاشات، شجارات وعثرات، فهي طبيعة الحياة في آخر المطاف. لكن حين يتكرر الأمر بشكل دوري مستمر ويكون هو الصبغة الطاغية على الحياة، هنا تدخل منعطفا خطيرا تؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال. وهذا الفيديو لا يحمل المسؤولية للنساء في الانفصال، ولكن هناك بعض الأشياء تقوم بها النساء ويكرهها الرجل بشكل مطلق. أولا، التشاؤم، التخوف من حدث ما، ربما مرض وتوهم بالمرض. هذه الصفة من أكثر الصفات التي تشكل نكدا على الزوج، فالزوج بشكل عام يحتاج لمن يسانده ويعطيه الطاقة من أجل الاستمرار، وليس التشاؤم وجعل الجو مشحونا بالظلام. ثانيا، عطلة الأسبوع. إذا كان عمل الرجل يستغرق الأسبوع كله، هو يقدر نهاية الأسبوع بشكل لا يصدق، فهو يوم العطلة الوحيد الذي يحظى به. وبعض النساء لا تحترم هذا وتصر على إيقاظه باكرا، ثم بعدها تضغط عليه بأمور ثانوية، مثلا الخروج في فسحة. ثالثا، كثرة الطلبات. أكثر ما يكرهه الرجل في المرأة هي المرأة اللحوحة المتطلبة، بحيث مهما حاول إرضاؤها إلا أنها لا تتوقف عن الطلبات، وحتى إذا طلبت لا تطلب بهدوء. رابعا، كثرة الأسئلة. أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ أين صرفت نقود الشهر؟ تبدو أسئلة عادية، ولكنها بحسب خبراء الاجتماع أسئلة سيئة لا يمكن للزوجة أن تطرحها بشكل مستمر ومتكرر، خصوصا وأن بعض النساء تفضل بدء الاستجواب مباشرة بعد دخول الزوج من الباب.